قلب الجندي المقاتل نائب ضابط فايق معلم قوة ضاربة فرقة الأولى مع مصاب عندي 5 إصابات عندي انزلاق 2 فقرة قطنية وانزلاق 2 سوفان وعندي كسر بالعمود الفقري وعندي فطر بالحوض وعندي شظيتين بالراس وهاي معاناتي وصل لمرحلة بين ناشد القوات المسلحة واللي يسمونه مستشفى الحسيني عن طريق الإعلام توصل شغلة الإعلام يتحركون ما توصل شغلة الإعلام يتحركون المطالبة مالتي شنية قبل ما أحكي سالفة بها رباط واحد كان يمشي بدربونه منطقة هو ضعيف بنية وجع عليه واحد ضخم كل ما يطب المنطقة يكتله كل ما يطب المنطقة يكتله شي يشوفه من شايل يكتله شي يشوف من شايل من راتب يكتله شي يشوف من عطايا يكتله أخير شي شافه قاعد ضربه كتله وراح للقاضي قال له القاضي ليش كتلته قال أصلي على محمد صل على محمد قال له صل على محمد قال له صل على محمد قال له صل قال طقت روحي فهمني شو يصير قال انا بكلمه انت ما تحملتني فكيف ماذا يوميه تتعاني انا يوميه اعاني من الاصابات مال جسمي والشتاء جاي انت منتسب؟ منتسب على الدفاع على الدفاع ولحد الان اداوم لحد هسه تداوم؟ لحد الان اداوم معاملتي 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 صار من 2022 لحد الان كل ساعه غلط صارت شغلتي بيدي واحده بقلم ما ذب اللون بيدي هسه قام شو يسوون يدخلوني بالنقطه مالتي من توصل بالنقطه مالتي ها يضمضموني لو شو يسوون يجي المفتش ذب العوشيه مالتك لو الواحد يطلع بالاشغال انت تعصي الزم الواجب مالته 6 ساعات 5 ساعات يعني هاي ما يخالف واجب غصبا ما عليه بس باكر عقب اذا صاحبي جريح وواقع ما تاخذين غيرتي وشيله اظل احس بالالم مالته لو بالم ظهري ها يعني الا اروح اوصل صوتي رئيس اركان الجيش يعني هاي اللي وصل حالي ليش ما وصلتها رئيس اركان الجيش؟ وصلت ليش ما رحت للواء يحرسون؟ رحت قائد الفرقه الاولى واحكي يقول لك يقول لي انا عندي ايش يسمونه عندي عندي ارتباطات من شلون عندي التزامات الا تجي ورقه مالتك مال العجز يعني انا قدامك ما عندك الانسانيه تاخذني تاخذك الانسانيه اروح الامر لواء يقول لهم لا تلزمونه واجب يديروا شيء يلزمونه واجب الى متى يعني الى متى ومعاملتي صار لها 4 سنوات شنو هي شنو الغلط اللي غلطته هسه بس اريد اوصل صوتي رئيس اركان الجيش يدز علي ها ويذبني بوحدات ثابته لا اريد يسوي العمليه ولا يسوي ما تصحيح النظر ولا يطلع شظايا مال جسمي بس اروح من المكان المناسب على مود باكر هاي الشظايا كلها اثناء الواجب بالخدمه ومن جراها ايش قد خدمتك؟ قدمت من 2003 ولحد الان وما عندي ساعه غياب من 2003 ولحد الان لا وما حد يباوع على حالك؟ ما حد يباوع على حالي ليش؟ انت ابن الدفاع ها هي هذا يقول لك تطلع يقول لك انت لما تجي الورقه مال العجز يلا طلعك الا تجي الورقه ما جبت لحد الان وقاعد امشي المعامله كل ساعه بغلط اناشد بس رئيس اركان جيش ابو الجندي فقط ما اناشد اي احد ما يقصر وان شاء الله ما يقصر وعلي وش اسمه رئيس الاعلام القوات المسلحه اللواء علي يحيى يحيى رسول اللواء يحيى رسول المحترم. ما يقصر اللواء يحيى رسول ما يقصر ما اريد اذكر بعد اسامي وتعبت كافي وصلت مرحلة بين الإنسان ينزل ويروح يطرق آخر باب أنا من الدفاع ومن الوزارة أقعد وأدلل ومدلول لأن شنو أنا عانيت وطيت وضحيت اليوم لازم يوافوني ما رأيت كل شيء لا أريد يسوي العملية ولا حتى يعوضوني بالتكتك مالتي جبت معوقين مباقت ما حد عوضني أروح يقول أنت بين قوسين ما أريد أذكر اسمه روح أنت عطل أنت شنو؟ أنت عطل والله العظيم شو اسمك بالخير؟ نائب ضابط فايق عبد الله معلم قوة ضاربة ايش قد رقمك؟ 0790 297 وحالي قاعد اداوم هاي مناشدة إلى رئيس أركان الجيش المحترم ولا سيد اللواء يحيى رسول المحترم هذا بينكم ابن الدفاع وسمعتوا ايش قاله عجز اللي عنده والشظايا أثناء الواجب ودوامه من 2003 لحد هاي اللحظة غياب يوم واحد ما عنده يعني ابنكم هيك واحد تتمسكون به والشظايا والامور اللي عنده كلها اثناء الواجب كلها اثناء الواجب فمناشده الى جنابكم المحترم وانا اعرف انتم ما تقصرون واعرف السيد اللواء ما يقصر بهذا الموضوع ان شاء الله مناشدتك والله بالاضافه عندي 4 اختراعات وواحد هسه عندي بس بقي بس الموافقه مالته عدل الكهرباء واضاعفها اضعاف مضاعفه ان شاء الله خير
ان شاء الله خير. وانا بس رايد من الله بس يحطوني بوحدات الثابته على مود باكر عقبه ما يجي واحد يقول لي تعال اطلع واحد يذبل الاخ اروح من مكان مناسب على مود كش ما رايد.